بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في وصفة جديدة. اليوم ماشي غراتان، ماشي وصفات. اليوم كيكة اقتصادية وبنينة وهشيشة. بون البنات، نسحقوا فيها زوج حبات بيض، كاس سكر، كاس زيت ما راهش عامل، كاس حليب، هنايا ربع كاس ماء، هنايا مغرف خل، والفرينه نحتاجو زوج كيسان عامرين، ولا زوج كيسان ماهمش عامرين، ونزيدو معها ربع كاس. بون دوك كي نبدا نحضر نشوفو لا يخصني ولا لا. درك نبداو في طريقه التحضير. البنات هنا نديرو زوج بيض مع كاس سكر، نباتوهم مليح مليح مليح، نطلعوهم بالدراب الكهربائي، سينو لا ماكاش متواجد ديري بالفوي تاعك وطلعيهم مليح. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه البنات، لخاطش والله لا تجي بنينه بزاف 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 وتجي هشيشه. هنايا قبل ما نطلعوا هذاك البيض والسكر، نديروا هذيك المغرف تاع الخل في هذاك الحليب، يولي لنا كشغل البن، خلوه بجهه، نروحوا نطلعوا البيض مع السكر تاعنا، ومن بعد كينا نشوفوا كيفاش نضيفوا. قلت لكم البنات ان شاء الله تجربوها، لخاطرش هشيشه. ثاني اللي ولدها ربح سيزيام وما عندهاش ماشي محضره الكاطو ولا، دير هاد العشويه للضيوف تاعها، الواحد غير يضحك في وجه خوه بزاف. فهمتي، ديري هاد الكيكه اقتصاديه بنينه وعلى حسابك. تاني نجمو نستعملوها في كيما هاد الكيكه، نقسموها على زوج، نديرو في وسطها كريمه لا كريم باتيسيير، ونديرو فوقها تاني من فوقها كريم شانتيي ولا، وديكوريها بالفواكه، تاني تجي بنينه، تجي واحد قلت لكم واحد الكيكه هشيشه بزاف البنات واقتصاديه. هنايا قلت لكم بعد ما طلعنا السكر والبيض، نقعدوا نضيفوا هذاك الزيت تدريجيا، ما نديروش ضربه واحده، نقعدوا غير تدريجيا نطلعوا فيه مع هذوك البيض والسكر البنات. ومن بعد كينا نحبسوا من الباتور، ونقعدوا بالدراب اليدوي اللي هو الفوي تاعنا، طلعي المكونات الاخرين. والبنات نتمنى منكم ما تبخلوناش بلي لايك تاعكم، لي كومونتير، بارطاجو مع لي زامي. الله يبارك، رانا 382 ابوني، بصح لي فيو راهم هاودين بزاف. بارطاجو مع احبابكم مع اصحابكم هكا باش نطلعوا لاشين تاعنا. هنا البنات نولوا للكيكه تاعنا، هاني ضفت صاي حبست بالباتور، ونولي بالفوي تاعي نخلطوا كل شيء، هذاك الحليب مع هذاك الخليط اللي كان عندنا نخلطوهم مليح 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 بهذه الطريقه. فوالا، قد ما نحسوا به الخليط جانس ولا خليط واحد، نضيفوا له ربع كاس ماء، غير ربع كاس البنات، ماشي نص كاس، ربع كاس ماء. فوالا كيما هاكا نطلعو. ومن بعد كينا نزيدو لها الفرينه تدريجيا، ما نديروهاش دفعه واحده. بون هنايا قادر تسحقي زوج كيسان وربع، قادره تسحقي غير زوج كيسان على حساب البيض الا كان كبير ولا صغير. وهنايا مع الفرينه نضيفو لا ليفيغ تاعنا. لا ليفيغ انا ما درتش دو باكي، نسحقو 16 غرام، شغل في الباكي كاين 10 غرام، دروك ديري دو باكي وخلي منها شويه قد 4 غرام، شغل ربع الساشي خلوه ما نديروش كاع، ونخلطوا هذيك الفرينه مع الخليط تاعنا فوالا كيما هكا، حتى نحسو يولي كريمي، تولي لنا الخليط تاعنا يولي كريمي. شوف هنا راه عاد خفيف شويه، راه ناقص فرينه، نزيدو شويه فرينه هذه الطريقه. والله يا البنات لا ساهله، ما تشد الوقت، ما فيها مكونات بزاف، والكتره بنينه. شوفوا انا دوقت جارتي، وراه تفرج شويه في هذا الفيديو، دوقت جارتي اقسم بالله هي البنات اللي قالت لي ما شاء الله، ما نبغيش نحلف بصح والله اللي قالت لي ما شاء الله. نتمنى منكم تجربوها. وهنايا الديكور درت لها غير بالكونفيتور تاعنا. بون هنا نولوا الموضوع تاع الكيكه تاعنا، عفوا. شوفوا درت نحكموا المول اللي غادي ندخلوه، بغيتيه مدور بغيتيه كاري، انت وما بغيتيه، ندهنوه بالزيت
عفوا بالزبده ونرشوه بالفرينه ونديروا البابي كويسون من التحت ونديروها على 170 درجه من الفوق ومن التحت على 170 درجه. ما نحلوش عليها، ريقلي الفوغ تاعك على 20 دقيقه تكون واجده، 20 دقيقه صايي تكون واجده. هاني انا بيكيتها هنايا، هاني بيكيها لكم، صايي تبيكي بالخدمي تلقيها طايبه، صايي سيبن يخرج ناشف معناها راها طايبه. هنايا الحواف الا كان مول تاعك يلصق، انا تاعي شويه يلصق، نديروها كنستعملوا بالخدمي، تدوري كاع كي نقولوا تساويها بالخدمي في الاطراف، ومن بعد كينا نقلعوها من المول تاعنا ونقبضوا هذا الكونفيتور اللي صنعناه مع بعض. استعملتها في هذه الكيكه، جاتني روعه ما شاء الله، نتمنى منكم تاني تجربوه. ندهنوا الكيكه تاعنا بهذاك المربى، شوفوا كيفاش تجي، تجي هشيشه البنات. دوك نقطع معكم وتشوفوا، فوالا هايوا ندهنوا هكا بالمربى من الفوق، كل وحده وكيفاش تزين. انا درت المربى والكوكاو، شوفي انتيا الا كان عندك باغ اكزومبل تبغي ديري شيكولا، تبغي الا كان عندك اللوز ديري اللوز، الا كان عندك ما كاش عندك كاع ديري نوا د كوكو انتيا وما بغيتي التزيين تاعك. هنايا راني ندير ثاني في الحواف كيما شفتو قلت لكم انايا المول تاعي لصق، فوالا لصقت لي شويه بصح هكاك ما نورمال معليش. كل شيء في هذا الديكور والاخر كل شيء على البنه، البنه جات روعه. فوالا غدوة الجمعه ان شاء الله ديريها عشويه وردوا لنا في التعليقات الراي تاعكم كيفاش جات، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وراني متاكده اللي جربها غادي تعجبه. فوالا هنايا هاني كملت لها الشغل، درت لها الكونفيتور من الفوق، وهنايا درت لها كان عندي شويه كوكاو، درت شويه كوكاو من الفوق ودرت في الحواف تاني هذا الطريقه. فوالا البنات ما تنسوش لي لايك، ديروا لنا لي لايك، ديروا لنا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاني، شاركوا الوصفات، بارطاجوا في الفيسبوك في لي جروب هكا غير باش تشجعوني، لخاطرش والله يا البنات لاني نتعب، وخطرات يكونوا لي فيو ناقصين تعبك يروح هكاك. او موان جازونا بلي لايك بالبارطاج غير باش لاشين تاعنا تنقبل لنا، ومن بعد معليش. فوالا هنايا هذاك الاخر نديره، وهنا ها هي الكيكه تاعنا بعد ما كانت واجده. فوالا تجي ما شاء الله روعه بنا ما نقولكمش. دوك نقطعوها مع بعض، شوفوا البنات كي تدخلي في الموس شوفي تبان لك بلي راهي هشيشه، شوفوا كيفاش تجي مع واحد البره تاع لاتاي الله الله، ولا تاني كاجو راه الحمان تاني، ديري معاها عصير المشمش حتى نشاركه معكم يجي تاني روعه. فوالا شوفوا كيفاش تجي البنات، راهي عاد حاميه، شوفوا كيفاش تجي هي نورمالمون تخليوها حتى تبرد وديكوروها، انا كنت شويه عجلانه ديكوريتها تمتم معليش، شوفوا كيفاش تجي اسفنجيه. هاني نوريها لكم هنا من الداخل ثاني، نجي ما شاء الله عشويه خفيف ظريف. ان شاء الله البنات تكون عجبكم الوصفه تاع اليوم، وما تبخلوناش بلي جام والكومونتير وبارطاجوا مع الاحباب هكا باش تشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.